باسم شبكة شام الإخبارية هناك. أهلا بك يا ماجد. إذن كيف تبدو الأوضاع الآن وطبعا أيضا كل التطورات الميدانية ليلة الأمس في حلب؟ ما تزال معظم مدينة حلب تتعرض للقصف العشوائي العنيف باستخدام كافة أنواع الأسلحة من المدفعية والصواريخ بالإضافة لطيران الحرب. هذا الطيران الذي شن بالأمس ظهر على مدينة إعجاز راح بحاجتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى وتدمير أيدي أثنين أكثر من 45 منزل نزلت على رؤوس أصحابها. أغلب الضحايا من النساء والأطفال فقد شاهدتم هذه المقاطع التي ذكرتنا لمجازر الخبر وشاهدين المؤمنة في لبنان. بالمقابل لا تزال الأحياء داخل مدينة حلب تشهد هذا القصف الممنهج والذي يزداد عنفا يوما بعد يوم وخصوصا الطيران الحربي. نعم. يخرج القنابل التي تحدث الدمار الهائل تستطيع ان تدمر احياء باسلمها. النظام منذ ان اعلن بدء الحرب البريه على مدينه حلب والى الان لم يتقدم ولا متر واحد داخل مدينه حلب حيث لا يزال حي صلاح الدين يدعي الجيش الحرب ويشهد يومين اشتباكات عنيفه جدا وخسائر كبيره في صفوف النظام. واستطاع الجيش الحرب منذ اربع ايام السيطره على ديار الجندين النقطه الاستراتيجيه المهمه جدا لامدادات النظام. حاول استعادته بالامس ولكن الجيش الحر تفاجأ خسائر كبيره جدا استطاع تدمير اكثر من خمس دبابات وقتل العشرات مما قدر لفعل الاجهزه للالتحاق تحت تغطيه كثيفه جدا من نيران وخزائن الطيران الحربي. نعم شكرا جزيلا. الانسان في مدينه حلب نعم الانسان يزداد سوءا يوميا. نعم الحرب الغير متكافئه لم يبقى نقطه امنه يستطيع احد ان يلجا اليها داخل سوريا. نعم طيب اسمح لي ماجد عبد النور يعني هذا ما يسمح الوقت به. شكرا جزيلا لك ماجد عبد النور الناطق باسم شبكة شام الإخبارية في حلب وننتقل الآن إلى